الصورة تختلف في نهر أبي رقراق عما كانت عليه قبل أيام، حيث تدفقت موجة كبيرة من التلوث على نهر الوادي، ونتج عنها تغير في لون المياه ونفوق الأسماك وانبعاث رائحة كريهة، بسبب تسرب عصارة الأزبال اليكسيفيا من مطرح بشرق العاصمة بعيد بحوالي ثلاثين كيلومترا، ما استدعى تدخلا فوريا للجهات المختصة. اولا ان هناك مصادر محتمله متعدده لهذا التلوث واللي العمل الرئيسي اللي وقع وهو انه تم الحد منها بشكل نهائي حيث انه مجرد انطلاق عمل اللجنه يعني وقفت اللجنه على انه منع اي احتمال ديال تسرب للواد وبناء على ذلك الحمد لله الوضعيه ديال الواد رجعت للوضع الطبيعي دياله الان المستوى الثاني وهو انه ايجاد الحلول يعني اللي نسميها الهيكليه التي ستحول دون وقوع مره اخرى يوقع بحال عبد الجليل ابن مدينه سلا بطل دولي في رياضه الغطس فعلاقته مع المياه الوادي ومياه المحيط الاطلسي وطيده وعشقه للبحر يتقاسمه مع الاطفال والشباب ويشجعهم على رياضه الغطس واحد شروط الغطس أن يكون الماء نظيفا كان مارسو جل الأنشطة ديالنا الرياضية والبحرية على صعيد نهر بيرقرق تأثرنا بالتلوث ديالو وماشي فترة طويلة ما يعني كان كانت ردة فعل إيجابية من السلطات اللي رجعت المياه لمجاريها طبعا لو لو طال هذا التلوث غادي الحياة البحرية وغادي لأن عديد الأسماك كتدخل كتبيض تما فالحمد لله ان المياه رجعت المجاري وهذا الشيء غادي ما غاديش يقيس المشاريع الكبيره اللي راها على على ضفاف ابي رقراق اللي كتعطي واحد السمعه زوينه لمدينه سلا ومدينه الرباط فتحت شواطئ الضفتين ذراعيها امام محبيها وتحركت القوارب من المرسى فأهمية وادي أبي رقراق ليست فقط متنفسا طبيعيا بل موقعا سياحيا واقتصاديا هاما من هنا يصب نهر ابي رقراق في المحيط الاطلسي والفاصل ما بين مدينتي سلا والرباط فبعد تنظيفه عادت الحياه مره اخرى الى البيئه المائيه والبحريه وتخلص سكان الضفتين من الروائح الكريهه اكرام الازرق قناه الغد الرباط